جاءوا إلى برازيليا وهم يحملون أمنيات شعوبهم لتحقيق إنجازات تفرح أبناء جلدتهم، إلا أن المونديال جلب لهم الأتراح بدل الأفراح، ويبقى خروج منتخبات كبيرة كانت مرشحة لنيل اللقب هو الحدث الأبرز. مفاجآت المدوية أبرزها الإطاحة ببطل النسخة الماضية المنتخب الإسباني الذي تكبد خسارتين أمام هولندا وتشيلي كانتا كفيلة بخروج منتخب لاروخا المبكر وفي جعبة مدربه دربوسكي 3 نقاط فقط. بطل العالم 4 مرات المنتخب الإيطالي حاله كحال الإسبان، خروج من الدور الأول بعد أداء هزيل ومخيب للآمال باستثناء فوز على الإنجليز لم يغير شيئا من النهاية المؤلمة للأزوري ومدربهم برانديلي. إنجلترا بمنتخبها الشاب وبذكريات بطل نسخة 66 هي الأخرى كانت على موعد مع الوداع الحزين. نقطة واحدة لرفاق المنحوس جيرارد أعادت لاعبي الأسود 3 إلى لندن بخفي حنين وبخسارتين لمدرب الفريق العجوز هوجسون مع الأوروغواي وإيطاليا. حال البرتغال ونجمهم رونالدو لم يسر العدو قبل الصديق، 4 نقاط جمعها أبناء بنتو لم تكن كافية للتأهل، متأثرين بالخسارة القاسية أمام ألمانيا برباعية، ليفشل أفضل لاعب في العالم مرة أخرى بتحقيق إنجاز في الكرنفال العالمي. خروج لممثلي القارة الصفراء الأربعة، والجزائر ونيجيريا حفظت ماء وجه القارة السمراء، وأوروبا خسرت الكثير من سمعتها بخروج 7 من ممثليها، واللاتينو هم الأفضل. مفاجآت أكدت أن كرة القدم تغيرت وأن أبطال التاريخ عليهم معالجة الأخطاء التي أطاحت بهم لتعويض خيبة الأمل والعودة مجدداً. عمر قحطان، وارسبورت.